إيش تعرف عن أرنوود سوريا؟ السلام عليك حبيبي يا نبي الله. الأرنوود مواطنين سوريين من أبناء الأقلية الألبانية الموجودة بسوريا، هاجروا من بلدهم ألبانيا اللي بتتسمى بلاد البلقان وجاءوا على سوريا، وهم فئتين. الأولى جات مع جيوش محمد علي باشا سنة 1831، أما الثانية جات حديثا يعني بفترة الحرب البلقانية مع صربيا سنة 1912. موجودين كمان بتركيا ولبنان ومصر، كلهم مسلمين ولغتهم العربية، وما أحد منهم يعرف يتكلم الألباني إلا القديمين منهم وكبار السن. الكل مع الجنسية السورية وبيخدموا في الجيش عادي زيهم زي بقية القوميات بسوريا. الأرناؤوط ملتزمين بالعادات والعبادات والمبادئ الإسلامية المشرقية، يعني زي الحجاب واللباس وغيرها. زمان كان عندهم ثقافة وتراث ألباني خاص زي الملابس والإكسسوارات والموسيقى الخاصة فيهم، بس اليوم ما أحد ملتزم فيها لأنهم مندمجين ومنصهرين مع المجتمع السوري العربي. يتزوجوا من جيرانهم العرب عادي وبكل رحابة صدر، فبنظرهم إن الإسلام دين الطرفين وهو الأهم في عقد الزواج المبرم. بيتوزعوا بالعاصمة دمشق، أكتر شيء بمنطقة الديوانية بالعدوي بدمشق، وكمان بحمص وحماة وحلب واللاذقية وغيرها. بعض المعالم السورية اتسمت بشيء يدل عليهم، يعني مثلا حديقة الأرناؤوط، حارة الأرناؤوط، ومدرسة عبد القادر أرناؤوط، وهذا اعتراف حكومي رسمي بوجودهم، وهذا يدل كمان على التنوع العرقي والقومي لسكان العاصمة وتقبل الشام لجميع الأطياف. عددهم أكثر من 10,000. أشهر العائلات الأرناؤوطية أرناؤوط، أرناؤوطي، خليل، يونس، شعبة وإدريس. بس مو بالضروري إنه كل هذه العوائل اللي بسوريا تكون أرناؤوطية، باستثناء عائلة أرناؤوط فهي من بلاد البلقان 100%، وغالبا ما بيتميز الأرناؤوطي بالشعر الأشقر والبشرة البيضة والعيون الملونة، وقد تتغيب هذه السمات بسبب الاختلاط. كمان بيتميزوا بحسن المعشر والكرم والنظافة، ما بتختلف عاداتهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد أهل الشام بسبب الاندماج والاختلاط. بيسكنوا جنب بعضهم البعض، ملاحظ هذا الشيء من خلال تواجدهم بالشام. والفنان الراحل ياسين أرناؤوط من فنانين أرناؤوط سوريا. تعتبر البيتي أشهر المأكولات لدى الأرناؤوط، وهي عبارة عن طبقات عجين رقيقة تحشى بالجبن أو السبانخ أو اللحم. كل الحب للسوريين الأرناؤوط، وكل الحب لكل الطوائف والقوميات السورية. تحيات قناة محطة ستيشنز الوطنية السورية.